بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين ومنه دائما ودوما نطلب العون والسداد والنجاح. أحيي بكم وارحب بحضراتكم من هنا من ميدان الوثبة حيث انطلاقات سن الحقائق والتحديات المثيرة والانطلاقات الجميلة. ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، يسير شوطنا السادس والذي حمل في طياته وكشوفاته الأفكار. نسير مع المركز الأول، ننطلق مع أول المنطلقين، نسير مع ركب الصدارة والمقدمة لتاتي بالمركز الأول. هناك وقع على المركز الأول عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي على صدارة هذا الشوط ليتقدم بوقع وشعارها، بينما المركز الثاني شواهين الهيان بن محمد بالورع العفاري اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث مع بداية التي انطلقت منذ البداية وتقدمت بشعار عمر بن حمد بالقرين العامري، نقلتنا إلى رابع المراكز في هذه اللحظات وتقدمت حبلة سعادة بطي بن أحمد بن محمد القبيسي الذي يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات الجميلة خامس المراكز مع اليمامة محمد بن عبد الله بن محمد بن قديم المزروعي المتقدم على سادس المراكز في هذه اللحظات، بينما المركز السابع هناك زلزلة، وصلت زلزلة عبد الله بن سيف بالزفن الحرسوسي تقدم في هذه اللحظات، كما تقدمت أيضا هناك غارة لاتية في هذه اللحظات راشد بن محمد بن مبارك الاكتبي، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة المتقدمة في هذه اللحظات. أيضا هناك غارة سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى وقع اللي على الصدارة اللي تقدمت منذ البداية وأتت بالمركز الأول. عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط، غارة وصلت غارة هنا في هذه اللحظات. سعيد بن محمد بن سالم الوهي بيغير إلى الصدارة، انطلق بالمركز الأول، انطلق بهذا التحدي الجميل والانطلاق المثير إلى ميدان الأبيض، إلى ميدان الأبيض منذ الكيلو والمتر الأخير ينطلق في هذه اللحظات الجميلة مع غارة، غارة يا غارة سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. انطلق سعيد، انطلق بالمركز الأول وأتى على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وقع عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي، وثالث المراكز هناك مع اليمامة محمد بن عبد الله بن محمد المزروعي، ورابعا الأسماء الواصلة، ولكن غارة اللي على المركز الأول، غارة اللي على الصدارة، غارة على مقدمة هذا المسار تتقدم بشعار سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. الوهيبي انطلق بالمركز الأول والعصاف الأبطان، العصاف الأبطان إلى ميدان الأبيض هناك بسلطنة عمان. الله الله الله، سلامي إلى برزمان وإلى الأبيض. هناك مع انطلاقة قارة اللي انطلقت بالمركز الأول، ما شاء الله تبارك الرحمن، الانطلاق الأخير، التحدي المثير مع اللحظات الأخيرة، بسم الله وما شاء الله، انطلقت بالمركز الأول قارة مع سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي مع الانطلاق الأخير والاندفاع القوي في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني وقع عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي، والمركز الثالث هناك دارين محمد بن سالم بن علي آل علي، بينما المركز الرابع
وصلت هناك بالتحدي الجميل الشاهني عبد الله بن احمد بن محمد القبع العامري، والمركز الخامس حفله سعاده فطي بن احمد بن محمد القبيسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، وقاره التي انطلقت وشنت القاره الى الفوز والانتصار لتهدي مالك سعيد بن محمد بن سالم الوحيبي. تهانينا الى برزمان وسلاماتنا الى ميدان الابيض العريق المثير. اذا مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، كانت قاره هي من اقتنصت شوطنا السادس لتحقق هذا الفوز والانتصار، وتحقق التوقيت الافضل. راح الوهيبي مع التوقيت الافضل في شوطنا السادس، وهدى هذا الناموس الى ميدان الابيض والى السلطنه. توقيتها الزمني